السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع ربيعة اللي هو المطبخ ديالكم، وكنشكركم بزاف على الكلام الجميل اللي كتخليوه لي في لي كومونتير، وهذاك الكلام هو اللي كيزيد يشجعني باش نبحث ونعطي الجديد، وكنشكركم بزاف. قلت لكم كنبحث باش نعطيكم الجديد، ولكن هاد الوصفه هذه اللي نعطيكم اليوم عندي قديمه بزاف، وكنخدم بها عده حلويات. هنا غادي نشريو البسكوي، البسكوي كيطيح علينا غالي وحلو بزاف. هاد البسكوي هذا كنصوبوه في الدار، ويعني ما كيجيش حلو بزاف، وكيعطي كميه كثيره. وكنتمنى تشاهدوا الفيديو، لان مشاهده الفيديو مهمه للوصفه، كيكونوا النصائح في اول فيديو، في وسط الفيديو، في اخر الفيديو، يعني كل حاجه فاش كنبغيو نديروها رحنا كنعطيو النصيحه ديالها. الان ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندنا 150 غرام ديال السكر، عندنا 150 مليلتر ديال الزيت، 150 مليلتر ديال الحليب، 250 غرام ديال الزبده الخاصه بالحلويات، عندنا جوج بيضات، عندنا شاصيه من 7 غرام للخميره ديال الحلوى، جوج اكياس من 7 غرام يعني 14 غرام من السكر الفاني، قبيصه ديال الملحه، الدقيق على حسب الخليط. هنا في القصعه ديالنا درنا الملحه، درنا السكر فاني، درنا السكر ديالنا. هنا السكر ضروري باش نديرو هاد السكر اللي كيكون ناعم الحبيبات، ما نديروش ديك السكر اللي كيكونوا الحبيبات ديالو غلاضين، هذاك من الاحسن ما ديروش للحلويات. بالنسبه للزبده، الزبده الخاصه بالحلويات تكون على حراره المطبخ. هنايا غادي نخلطوا هاد الزبده حتى لكان البرد، الا كان البرد والزبده يعني بارده قاصحه يمكن لكم تدخلوها للميكرو اون، لان الزبده فاش كتكون رطبه هكا كتساعدنا على الخدمه دغيا دغيا، وما كيبقاوش في الحلوه ديالنا فاش كنصوبوها وكنجيو نطلقوها بالكلاك، ما كيبقاوش هذيك الطريفات ديال الزبده. هانتوما غنطلق دغيا دغيا انسجمت مع الخليط. هنا غادي نزيدو الزيت، وغادي ندخلو الزيت مع الزبده. هنا زدت جوج بيضات كاملين، البيض يكون على حراره المطبخ، ميكونش مشبوط من الثلاجه. هاد النصائح كلهم مهمين بالنسبه للحلوه. هنا كندخل هاد البيض، هانتوما يعني حتى كندخلنا الزيت مع الزبده حتى دخلات وما بقاش كتبان، عاد حنا درنا البيض هو حتى هو دخلنا مع الزبده. هنا غادي نزيدو هاد الكاس ديال الحليب، يكون على حراره المطبخ. هنا الحليب ما يدخلناش مع الخليط، يعني كيبقى هكا باين. هنا غادي نبدا نزيدو الدقيق، لان الحليب ما يمكنلوش يدخلنا مع الخليط. هنا الدقيق ضروري باش يكون الدقيق الخاص بالحلويات. هنا غادي نزيدو الخميره ديالنا الحلوه، وهنا غادي نجمع. حنا دائما في الحلويات ما كنديروش الدقيق كله في خطره واحده، يعني كنديرو بالتدريج حتى كندخلو الكميه اللي كنديرو، وكنعاود ثاني نديرو كميه اخرى. هكا كنبقى حتى نوريكم القوام ديال العجينه والكميه ديال الدقيق اللي دخلات فيه. هنا العجينه راها دخلت لي 900 غرام. هنايا العجينه ما كندلكوهاش بالكف، حنا كنجمعوها غير هكا في الصبعان ديالنا. هنا العجينه قسمتها على 4، غطيتها بالبلاستيك الغذائي ودخلتها للثلاجه 30 دقيقه عاد باش غادي ندلكها. هنا كندير القليل من الدقيق، وكنطلق العجينه ديالي بالكلاك. كما كنقول لكم دائما فاش كنبغيو نخدمو بالكلاك
كنديروا الدلاك في الوسط وكنجيبوا عندنا وكنعاودوا نديروا الدلاك في الوسط ونديو هكا. هنا العجينه راه حنا طلقناها رقيقه، اللاطه اللي ندخلوا الفران كنرشوا عليها القليل من الدقيق، ما كندهنوهاش. هنا كنحطوا الدلاك ديالنا هكا وغادي نهزوا هكا وكنبرموا هكا الدلاك، كنهزوا العجينه وكنديروها في اللاطه. هنا فاش كنديروها في اللاطه راه حنا باقي غادي نزيدو نقادوها غير هكا. هنا بعد ما درناها في اللاطه ديالنا كنقادو لها هاد الجناب هادو. هنا كيبقى لكم الاختيار، الا عندكم هاد هادي ديال الشباكيه وديال الكعبه كنقطعو بها هكا، كنديو واحد الكارويات كيكونوا ثانيه كنقطعوها تقطيع عشوائي كيما كيما درنا لها. ماشي هنا قطعنا هكا على الطول، غادي نعاود ثاني نقطعو هكا على العرض. هانتوما تشوفوا كيجي واحد الكارويات صغار، وماشي مهم يعني الطول على العرض ماشي مشكل، حنا خصنا غير يكونوا هكا عندنا طريفات صغار، لان هذا البسكوي هذا كنقرضوه ما كيبقاش صحيح. هنا عندنا الفران راه شاعل، غندخل لاطا من الفوق والنار من التحت، النار تكون متوسطه. من بعد فاش كنشوفوا البسكوي ديالنا طاب كنهبطوه وكنديروا واحد النار كتكون نهيله، الا كي غير كيذهب لنا صافي كنخرجوه. البسكوي ديالنا ها هو واجد، هانتوما تشوفوا الطياب ديالو كي تيجي كيجي غير مذهب، وبحال اللي عندنا مقطعه كبيره بحال اللي صغيره بحال هذه كبيره بحال الصغيره كيف كيف، لان هذا البسكوي هذا الساعه اللي كنبغيو نديروا به الحلويات ديالنا كاين اللي نقطعوهم غير هكا طريفات بحال هكا، كاين اللي غادي نطحنوه يعني نبغيوه بودر، ويمكننا نتناولوه حتى هكا. كيمكننا نديروه للاطفال ديالنا مع الحليب كما كنديروا لهم جميع البسكويات، كيجي لذيذ وما حلوش بزاف، ما فيهش حلاوه كثيره. هنا بالنسبه للاحتفاظ، الاحتفاظ كنديروه في البلاستيك الغذائي وكنحتفظوا به غير في المطبخ، راه يمكننا نحتفظوا به حتى لمده شهر، الا درناه في الثلاجه من شهرين حتى 4 شهور، الا دخلناه للمجمد كنحتفظوا به واحد المده طويله. هاد البسكوي راه حنا كنستعملوا به عده وصفات الخاصه بالشوكولات، وحتى الكيكات اللي كنقدموهم على شكل ديسير كيكون هاد البسكوي كقاعده رئيسيه. هاد الكميه هذه اللي صوبت اليوم راه عطاتني كيلو و500 غرام، يعني كيلو ونص. شحال طاح عليا؟ طاح ما كملاش 20 درهم، يعني كيطيح رخيص بزاف. وهذا هو التقديم النهائي، وكنتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها، ونرجو تنخرطوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.